اليوم جينا نحكوا على افسان الناس كاع يحبوها في رمضان، لي كاميرا كاشي. البروبليم في الجزائر كي دير كاميرا كاشي لازم تقاري امبولونس قدامها. عبالك علاش؟ باسكو حنا لي زالجيريان ما نعرفوش نلعبوا. وفي الجزائر كاين 3 كاتيجوري تاع لي كاميرا كاشي، كاين اللي طلع السكر واللي طلع لاطونسيون واللي تقتلك ديرها. صح نبداو بالاولى، املي نبداو بها تاع لاطونسيون مليح، اللي طلع لاطونسيون. فرحات انا ديرلو لي ميم. شكون نتوما واش كاين؟ شوف فيا اسمع، راك متهم بقضيه تهريب مخدرات، لقينا السياره ديالك برا. ما عنديش كاع سياره. واش كان دير السياره؟ السياره ديالك ماشي تاعي والله، ما تاعي. والعجوزه اللي قتلتها البارح ماشي انايا والله. انت يا قلت لك انت، والله العظيم انا ما قتلتش. اسمع شوف بلع كاميرا خفيه. لا لا ديروا لي هايدا كاميرا خفيه يعطيك الصحه. شوف هنا دوكا وقول شوف شوف كل كاميرا مخفيه يعطيكم الصحه. كاميرا مخفيه ويعطيكم الصحه واهدي تحياتي لابي وامي. صح نروحوا للدوزيام دوكا اللي هي اللي طلع لاطونسيون. انت قاعد على لاطونسيون اللي طلع السكر. هي دوك على بالك حنا شغل تالمو كاميرا كاشي افونسينا فيها كاباب شغل نروحو وحده تقتل ديراكت. تروازيام اللي تقتل ديراكت. المهم الابيزود تاع اليوم خلاص، ان شاء الله يكون عجبكم. حكينا على لي كاميرا كاشي، ان شاء الله هذا العام يعجبوكم لي كاميرا كاشي ديالنا. اتهلاو في روحكم وسلام. كاميرا كاشي خلع الغاشي شونكري لاشي اقتل بغاشي. كاميرا كاشي خلع الغاشي شونكري لاشي اقتل بغاشي.